الوفاء لذكرى المناضل الناصري معروف سعد موعد ثابت يتجدد عاما بعد عام في مدينة صيدا. حشود وممثلون عن أحزاب سياسية لبنانية وفلسطينية تقدمت للمسيرة الشعبية التي جابت شوارع المدينة بدعوة من التنظيم الشعبي الناصري. ففي ذاكرة المشاركين بالمسيرة بقعة ضوء يستلهمون منها مستقبلهم. تعلمنا منه الإنسانية والكرامة والنضال ومحبة الناس والحفاظ على الناس. كان أسطورة وبي الفقير ودائما إلى جنب الناس. بالنسبة لنا الشعب الفلسطيني سنبقى أوفياء لخط معروف سعد ولخط الشهادة ولخط صيدا القومي العربي. بالنسبة للصيداويين عناوين وشعارات إحياء الذكرى لم تبهت، بل هي تترسخ أكثر في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات. فالهمشري كما يناديه أهل مدينته كان يسكنه النضال ضد احتلال الصهاينة لفلسطين، فذهب إلى هناك ليقاتل، لكنه لم ينسى قضايا شعبه المقهور بالفقر والظلم الاجتماعي. شهادة معروف سعد والأجيال الجديدة تقول المستقبل لنا، سنبني دولتنا الوطنية الحديثة العادلة وفق إرادتنا وتطلعاتنا، وستسقط دولتكم دولة الأزمان الغابرة. إرث الشهيد النضالي يفرض تحديات عديدة على حاملي الأمانة للحفاظ عليه، فنجله أسامة وبعد أن استعاد مقعده النيابي هو اليوم حليف أساسي للمقاومة. وفي الوقت نفسه يتقدم الحراك الشعبية المطلبية المستمرة في الشارع لكي تستمر المسيرة. على مدى 44 عاماً يحرص الصيدويون على هذه الوقفة وفاءً لمعروف سعد الذي ارتقى شهيداً على رأس تظاهرة مطلبية، مجددين العهد والتمسك بالثوابت التي أرساها الزعيم الناصري، وهي المقاومة وفلسطين والالتزام بقضايا الناس. جمال غربي، صيدا، جنوب لبنان، الميادين.